بونجور مي زامي، تحية طيبة. اليوم هاد الشريط هذا غادي يتعلق بالشاطئ المعروف بقاسم، مدينة طنجة، منطقة أشقار. ثم كتشوفوا الناس بكرو شويش كيصطادو، كيجيو لهاد الحجر على اساس ان كاين شويه ديال الغرق تما، كاين شويه العمق، دونك الاحتمال ديال وجود اسماك ممكن. ولكن بكل صراحه الاصدقاء ديالي اللي كنعرفهم عندهم هذه الهوايه هذه، كيقول لك البحر ما بقاش فيه الحوت. با حنا كنعرفوا علاش، لان تطورت تقنيه الصيد ولاو كيشطبوا حتى القاع ديال البحر. ماشي الموضوع ديالنا هذا، الموضوع ديالي هو هاد الشاطئ هذا. إذا مشى حتى تقريبا الجبل اللي كتشوفوه، وهي المنطقة المعروفة المؤدية إلى كاب سبارتيل، وهي اللي تعرضت للحريق. ولكن حنا ما غادي نوصلو شي تال تما، لأن تما كاين شاطئ آخر، هو الشاطئ المعروف بالسول، شاطئ الشمس. إذا حنا هذا هو اللي أمامنا، هو الشاطئ، وغنديكم حتى الأخير ديالو إن شاء الله. قبل ما نتحرك دائما في هذه المنطقه، هنا اللي كيبان لكم هذه البنايات المهجوره، هذه اللي كتشوفوا، انا قربت شويش، دونك كاينه اون بلاك هنا ممنوع الدخول، ديفونس انتري بروهيبيدو ان ايرار نورمالمنتي دابي سير انترا الوغ بريفي كلوز، يعني بجميع اللغات محاوله ديال منع دخول. واش غايجي بنادم يعمل هنايا؟ نتوما كتشوفوا انتزعت النوافذ، يعني بقات غير الاطلال. هذا المنتجع كما قلت، ولا يعني البناية المهجورة هذه، هي المنطقة المعروفة بروبينسون سابقا، يعني كانت كتعرف واحد الرواج. وكانت هاد لابلاج هذه تقريبا، هاد لابلاج اللي كنشوفو هنا، كانت تقريبا بريفي، يعني كانوا واضعين واحد الحواجز بعيد شويش، باش ما بالنسبة لهم اللي كيعتبروا عامة المواطنين خروطو، كيقول لك باش ما خروطو يوصل لهنايا. الحمد لله ان هذا المنتجع اصبح في خبر، كان ما بغيناش حنا الشر لشي واحد، ولكن لا نقبل مصطلح خروطو، لان حنا مواطنين، وهذا شاطئ مغربي، وهذه ارض المغاربه، ولهذا هذا ملك عام، هذا مكان اللي هو خصو يكون مفتوح للجميع. ما لي بلاج بريفي راه حتى من الناحيه القانونيه راه ما كايناش، ممنوع جميع الدول، شاطئ خاص ما كاينش. اذا زاويه اخرى لهذا المكان المهجور. وهنا عندنا واحد لابلاك اللي هي خطر السباحه تيارات جارفه. فعلا رحنا هنا في المحيط الاطلنطي، وهنا السباحه شويش واعره، وكل سنه كتكون ضحايا، لان المنطقه شويش صعيبه، فيها فعلا تيارات بحريه، ولهذا المجازفه مولاها كيتحمل المسؤوليه ديالو. اذا دائما الاماكن اللي هي محروسه، الانسان اللي جا هنا وعلى الخصوص اللي عنده الوليدات، انه يجي للاماكن اللي هي محروسه. امامنا انتم كتلاحظوا انه لا بلاج بقى خاويه. هنا جوج ديال الاسباب، اولا المكان بعيد شويه، شخص ضروري اما تجيب حافله ولا في سيارات الاجره ولا سياره خاصه. وهنا مورا هذه البنايه هذه ما كاينش لو باركينغ، هذا عامل. العامل الثاني هو انه هذه المنطقه هذه ايضا غير محروسه، ولكن بالنسبه اللي بغى يجي يرتاح مع راسو يجي لهنا شويش، لان حنا في يوم الاحد من شهر 7 2017، والساعة حاليا هي 10 صباحا، بمعنى انه باقي
المواطنين، كاين اللي باقي ناعس، كاين اللي عاد فطار، كاين اللي عاد كيشوف ترونسبور باش يجي. اوكي يعني هنايا تقريبا مع هذيك 12 الوحده راه حالك للشاطئ، ما يمكنش ما تلقاش فين تنزل الباراسول ديالك. ولي عوده لهاد المساله ديال لي باراسول، واحد النظره اخيره على المنتجع. هذا هو تقريبا اون في جلوبال، كما كتلاحظوا ان كما قلت لكم المكان باقي فارغ. ومن هنا من الوراء ديالي انا غندور حاليا الكاميرا في هذه الجهه، انتم كتلاحظوا قلت لي عاود لي باراسول. من هنا كيبدا الاحتلال، احتلال الشاطئ من طرف اصحاب هذه المظلات والكراسي المكترات. باش ما يقولش شي واحد بان هاد المظلات راه ديال مواليها ولا ديال المواطنين، نو انتم كتلاحظوا على انها بحال اللي محتله المناطق واللي قريبه من، اذا لاحظتوا في الاعلى كاين سيارات تما لان كاين امتي باركينغ، دونك ما حطوش لي باراسول في المكان الفارغ اللي وريتكم قبل قليل. علاش؟ لان تما ما كيجي حد، اذا يسيب لا كليونتيل اللي هي على بورتي. وكتلاحظوا هنا في هاد الصوره ان كاين واحد العامل ديال النظافه من عمال النظافه، واللي من هنا كنوجه تحيه تقدير لهاد الفئه اللي هي تعمل في صمت، وان حنا كنديروا الزبل وهما كيجمعوه. في الحقيقه حنا بو زبال وهما بو نظيف، اللي ما عجبتوش يشربها البحر. لا بكل صراحه هذه الفئه هذه وعلى الخصوص مدينه طنجه بادله واحد المجهود. تصوروا ان المدينه لربما عدد الساكنه ديالها كتضرب في ثلاثه ولا ربما اكثر في يعني في الفتره الصيفيه، ورغم ذلك كتنوض الصباح كتلقى المدينه نظيفه، يعني كيجمعوا الزبل ليل ونهار. تحت لي فرصه انني نمشي مع الربعه الصباح مع الثلاثه كنلقاهم كنقول هاد الناس مساكن فوقاش كينعسوا، هما والناس اللي كيسقيو المناطق الخضراء، المساحات الخضراء، لي غازون والشجيرات. ولهذا مدينه طنجه اذا شفتوا في بعض الفيديوهات اللي عملت انه كدار المساحات الخضراء بدات كتبان فيها، ويعني واحد المنظر رائع. كاين اشكال اللي مطروح حول السقي بالماء الصالح للشرب، انا ما مأكدش من هذه المعلومه، ولكن كاين الحديث حولها يعني في اللي كنسميه راديو سويقه، في المقاهي، في الشارع، كيقول لك الماء حلو خصو الشرب لان كيطيح غالي ونسقيو به سيب. على اي نتمنى مع الله انه تكون التساقطات قريبا ان شاء الله ما جات. الغيث ديال الله سبحانه وتعالى راه هو كافي ويعفينا من هذا النقاش وهذا الجدال. ما نقول شيء عقيم، وانما الماء صالح للشرب خصو للشرب، والماء ديال السقي خص شي طريقه اخرى. انا ماشي مختص في هذا المجال هذا، ولكن كنتحدث كاين تقنيات، كاين تحليه المياه، تصفيه ديال المياه.
في هاد المكان المتحجر في هاد العلو هذا اللي كتلاحظوا داك لو بلون، من بعيد كان كيبان لي بحال الميكا لو فامو بلاستيك، ولكن طرحت سؤال قلت علاش كلشي ابيض، حنا كنعرفوا الميكا بيلا قويه خضراء كل كولور، ولكن ملي قربت عاد بان لي بانها يعني زهور متفتحه في هاد المنطقه هذه. اذا لا بالكم من بعيد راه ماشي تلوث وانما جماليه، يمكن واحد الاسبوع ولا شي حاجه وكي يمكن غير مؤقت داك الورد ديال هاد الاعشاب صباج. زاويه اخرى اللون الابيض اللي شرت لكم ليه، ولكن هنا كيبان لكم واحد الروز في الوسط ديال الصوره، هذاك وي سي دي بلاستيك. اوكي، مكان اخر وزاويه اخرى للكراسي المكترات واحتلال. حنا تقريبا هنايا علينا نوصلوا لنهايه الشاطئ، شاطئ بقاسم. جزء من الغابة هذه المنطقة مديونة والمطلة مباشرة على شاطئ سول. صار